communication, hopes and wishes, يعني التواصل, يعني هنا الرجاء وللأمل, وهنا التمني وللأمل. هنا exercise A, page 98. Read and listen to this dialogue, then answer the following question. Why is Jane so worried about the test? غتقراو لنا هذا الديالوج ما بين جين وديفيد وغنجاوبو على هذا السؤال, علاش جين قلقة حول الامتحان. She is worried about the test because she is afraid this test will be as difficult as the last one. قلقة حول الاختبار والامتحان لأن خايفة بأن هذا الامتحان غيكون صعيب في الصعوبة مثلو مثل الامتحان الأخير, يعني ما جاب فيش نقاط مزيانة. عندنا الـ exercise B, read the dialogue again and find out expressions of hopes and wishes, then copy them below. أتقرأوا الديالوج مرة أخرى وجدوا من العبارات اللي فيها الرجاء, عبارات الرجاء وعبارات الأمل, الـ hopes and wishes. إذن بالنسبة للعبارات اللي عندنا في الديالوج واللي فيها هي عبارة الرجاء والأمانة هي I hope I pass, أرجو أن أنجح. I wish you wouldn't worry, أتمنى أن لا تقلق. عندنا هنا pass عندنا simple present لأن عندنا hope, وعندنا عندنا wouldn't لأن عندنا هنا wish كنهضرو على future يعني المستقبل. I wish you would not call me intelligent. أتمنى أن لا تسميني أو لا تدعوني بالذكية. wish كنتكلموا على المستقبل. عندنا would not future. They wish they had your talents. لأن يتمنون لو كان عندهم المهارات اللي عندك والمواهب اللي عندك. عندنا wish plus simple past. رغم أننا كنتكلموا على الحاضر. لأن هذا الماضي الغير الحقيقي and real past. I hope the test will not be as difficult as the last one. يعني أرجو أن هذا الامتحان ما يكونش صعب مثل الامتحان الأخير. عندنا hope plus simple future. علاش أنا كنتكلمو على simple future. إذا أشنو هو الفرق ما بين hope و wish. Hope was زائد شي حاجة اللي هي ممكنة, مثلا I hope I will travel tomorrow, هذا ممكن باش نسافر. ولكن wish يعني كنتمنى شي حاجة اللي مستحيلة, مثلا I wish I were a lion, كنتمنى كون كنت انا سبع, يعني مستحيل باش نكون سبع. لذا كنستعملو wish. إذا hope زائد شي حاجة اللي هي ممكن باش نحققها, بين wish يعني زائد شي حاجة اللي هي غير اللي هي مستحيلة. عندنا واحد باش تفهموا شي مزيان, عندنا exercise C, read the following rules and circle the right word hope or wish. غتقراو هاد الجمل وغتدورو على انت كنستعملو hope يعني أرجو ولا wish أتمنى. إذن بالنسبة عندنا number one, we use hope when we are talking about something that is possible. يعني ملي كنتكلمو على شي حاجة اللي هي ممكن نحققها كنستعملو hope أرجو. كيما قلت لكم I hope I will travel ولا I hope I am happy, أرجو أن أكون سعيدا لأن ممكن باش إلا بغيت نكون سعيد راني غنكون سعيد. إذن hope plus something possible. Number two, we use wish when we are talking about something that is contrary to fact or reality. يعني كنستعملو wish اللي كنتكلمو على شي حاجة اللي هي مستحيلة, كما قلت لكم I wish I were a lion, كنتمنى كون كنت أسد, ولا I wish I had wings, حاليا يعني كنتمنى كون كان عندي الأجنحة, مستحيل باش يقولو عندي الأجنحة. إذا هادشي علاش كنستعملو wish أتمنى. نمبر 3,
when it refers to the present, now we can have the حاضر or الحاضر can wish plus simple past. كما قلت لكم I wish I had wings now. يعني كانت منك وكان عندي الأجنحة الآن. I wish I went to the moon now. يعني كانت منك ومشيت للقمر الآن. إذن رانا كنتكلم على present. رغم أننا استعملنا wish plus simple past. هذا كيتسمى الماضي غير الحقيقي. And real past. Number four, when it refers to the future, we can call it مستقبل future, can be a wish plus would. I wish I would go. Yes, I would go to the North Pole now. يعني كنت من ناكل مشي القطب الشمالي الآن. ولكن أنا لا مشي في القطب الشمالي. Number five, when it refers to the future, كنستعملو hope plus will اللي كنتكلمو المستقبل. كما كنقولو I hope I will travel tomorrow. هادي راه أرجو أن نسافر غدا. هادي راه ممكنة. وبعض الأحيان كنديرو simple present كنديرو باش نحضرو تاني على الفيوتشر. أوكي. هنا عندي بعض الأمثلة تبقى hope and wish. I hope you are happy. يعني أرجو أنك سعيدا. عندنا hope plus simple present. Sarkozy hopes هنا في استقبال will buy a lot of books. يعني Sarkozy يرجو أن هنا في استقبال ستشتري العديد من الكتب. عندنا hope plus simple future. الكمبوشية wishes Morocco was an industrial country. الكمبوشية تتمنى أن لو كان المغرب دولة صناعية. عندنا wish plus simple past هو ولكن احنا كنتكلموا على الحاضر. رغم أن عندنا simple past كنتكلموا على الحاضر كما قلت لكم هذا راه كيتسمى الماضي الغير حقيقي. Unreal past. علاش أنا كنتكلموا على شي حاجة اللي هي غير واقعية ولا مستحيلة. ميليسا wishes all students will get married tomorrow. يعني ميليسا تتمنى جميع التلاميذ غادي يتزوجوا غدا. هي مستحيل مستحيل. عندنا wish plus would plus will. اللي كنتكلموا على simple future كان يقول if wishes were horses maybe they would arrive. هذا مثل انجليزي. يعني لو كانت الاماني فرسانا ولا احصانا لركب المتسولون. ولكن بما ان الاماني راه ماشي هي فرصه وماشي هي الحصيله اذا المتسولون سوف ينير ما غادي يركبون. بمعنى ان الحاجه اللي كانت مستحيله راه ما يمكنش تتحقق. لهذا كنستعملوا wish plus simple plus. اذا عندنا كخاتمه عندنا hope plus something possible. يعني ارجو زائد شي حاجه اللي هي ممكن تحقيق ممكن إنجاز ويش زائد شي حاجة اللي هي غير قابلة للتحقيق ولا مستحيلة. دونك بغيت نطلب منكم أن تكتبوا جوج الجمل جوج الجمل بهو وجوج الجمل بويش حولكم نتوما. إذا الجمل بهو هي هذه I hope I help all the students. أرجو أن أساعد التلاميذ الفقراء ولا الطلبة الفقراء. هذا راه ممكن. الدروس اللي داخلة اللي كندير فيها راه داخلة في قطاع المساعدة ديال الطلبة الفقراء. I hope I give free evening classes. أرجو أن أعطي دروس مسائية مجانية وهذا راه ممكن. لهذا استعملنا hope غير هذه وين لأن كنتكلموا على الفيوتشر. وهذه simple present لأننا كنتكلموا عن present. هنا I wish all rich people paid their taxes. يعني أتمنى أن جميع الأغنياء في العالم كيأديوا الضرائب ديالهم. هو مستحيل هنا خاصة في الدول اللي غير ديمقراطية اللي ما فيها الشفافية العديد من الأغنياء ما كيأديوش الضرائب ديالهم. إذا كما قلنا الويش هذا أمر مستحيل. I wish there would be
is all over the world tomorrow. أتمنى أن يعم السلام والحب والسعادة في جميع أرجاء العالم. هذا مستحيل. شي لازم نعيش ودابا كنتكلموا على المستقبل. دائما تبقى الحروب وتبقى الكراهية وتبقى البؤس مرتبط بالطبيعة البشر. All over the world tomorrow.